اهلا بكم مشاهدينا على نمسا ميديا لنهتم بالمعرفه. النمسا تصنفت كاكثر دوله ودوده في اوروبا حسب قراءه مجله السفر كوندا ناست ترافلر، وده بعد ما اخذت المركز الاول متفوقه على ايرلندا اللي كانت الفائزه السنه اللي فاتت وجت في المركز الثاني زي ما قالت المجله. التقرير بيقول ان اهل البلد بيقدروا جمال بلدهم وبيستقبلوا الزوار بترحيب حار عشان يستمتعوا بالجمال ده، وكرواتيا كمان اخذت المركز الثالث في التصنيف. المجله اوضحت ان في عوامل كتير لازم تتاخد في الاعتبار لما تيجي تحجز عطلتك زي السكن الجو والاكل، لكنها اكدت ان الاشخاص هم اللي بيخلوا المكان حلو او وحش، وقالت ان القراء دلوقتي حاسين انهم اكثر ترحيب في النمسا. ورغم ان السياح حاسين ان النمساويين ودودين جدا والمغتربين اللي عايشين في النمسا شايفين الموضوع بشكل مختلف، الا ان النمسا جت في المركز قبل الاخير في فئه ود السكان المحليين في استطلاع اكسبات انسايدر اللي شمل 12500 شخص، والنمساويين كانوا ودودين اكثر من الكويتيين. مجلة كوندا ناست ترافلر ليها تاريخ طويل أكثر من 30 سنة، والعدد الأول منها طلع في أمريكا من أكثر من 35 سنة. المجلة بتطلع منها نسخ كمان في أسبانيا وإيطاليا وإنجلترا والهند والصين والشرق الأوسط وألمانيا. أنتوا شايفين إن تصنيف الود بيعتمد أكثر على تجارب السياح القصيرة ولا على تجارب المغتربين الطويلة؟ كنت معكم أنا بوزانة سلام، وإلى اللقاء.